الجبايات التي تمارسها ميليشيات الحوثي أو عصابة الحوثي الإرهابية ليست جديدة، ولكنها تستغل سيطرتها على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، واختلقت جبايات متعددة، واعترف زعيم هذه العصابة وقادتها في كثير من المناسبات حول الجبايات، وأسموها جبايات إدراكهم على أنها هذه الأموال خارجة عن القانون وعن الدستور اليمني، وأنها مبالغ تؤخذ بقوة السلاح من المواطنين. عملية إغلاق الصالات، وقبلها إغلاق الصيدليات، وقبلها إغلاق المدارس الخاصة، كلها بغرض الجبايات المالية. رغم توقف الجبهات القتالية، توقف الحرب، توقف أشياء يعني أي أعمال قتالية أو عسكرية إلا التي كانت عبارة عن مبرر أنها تأخذ الجبايات من أجل تغطية سد المعارك في الجبهات. الآن لنا يعني ما يقارب العام الجبهات القتالية متوقفة، لا يوجد أي أعمال عسكرية، بينما ظلت الجبايات تمارس في كل حارة وفي كل قرية وفي كل شارع في الجمهورية اليمنية التي تقع أغلب في مناطق سيطرة الحوثي. نعم، موضوع الجبايات أصبحت ثقافة لدى الحوثي، وأصبحت عادة، وأصبحت بيئة يمارسها، واعتمد على كثير من القيادات الخارجية عن القانون، والذي كانوا عبارة عن لصوص وفي السجون، فأطلق سراحهم وعينهم عبارة عن مشرفين مربعات أو مسؤولين في بعض الجهات الأمنية أو الحكومية، فمن الطبيعي أن يمارسوا هذه العادة، ولا يمكن أن يتخلصوا منها غير في إطار انتفاضة شعبية في اليمن.